بلبل تركي عالماشي مع محمد نجيب. لما بنكون بدنا نبدأ محادثة لحتى نطلب مساعدة، ممكن في البداية نحكي أفيدرسينز يعني عفوا، أو ممكن نقول بير شي صورة بلير ميم، يعني هل يمكنني أن أسأل عن شيء؟ بير شي شيئا صورة بلير يمكنني السؤال، أو يمكن السؤال ميم هل أنا يمكنني السؤال عن شيء؟ بير شي صورة بلير ميم. أو ممكن نقول باكار مسنز، يعني لو سمحت ممكن تنظر إلي؟ باكار مسنز بير دقيقة لطفان، أو لو سمحت دقيقة. ممكن نقول له بير سورونوم فار، سورون يعني مشكلة، سورونوم يعني مشكلتي، أنا عندي مشكلة. بير سورونوم فار، أو بدل سورون ممكن نقول بروبلم، بير بروبلميم فار. أيضا إذا بدنا نطلب الإذن أو السماح لشيء معين ممكن نقول مساعدة أدار مسنز، مساعدة يعني ما بتجي بمعنى مساعدة إنما بتجي بمعنى الإذن، مساعدة أدار مسنز. أو إذن فيرير مسنز، إذن هي الإذن، فيرير مسنز هل أعطيتموني الإذن، يعني هل تأذنون لي. بلبل تركي على الماشي مع محمد نجيب.